السلام عليكم يا باشمهندس. إن شاء الله في المحاضرة دي هنكمل الجزء الثاني في المحاضرة اللي احنا بدأناها من شوية، الجزء اللي كان خاص بالكنترول والستارتنج بتاع الدي سي موتور، ده اللي احنا شفناه في البارت الأول. إن شاء الله هنتكلم النهاردة في الجزئية الأخيرة بقى في التراكشن سيستمز عموما، هي عملية البريكنج أو عملية الفرمل. إزاي إن هيجي وقت من الأوقات هيقرب القطر بتاعي انه يدخل المحطة، فمحتاج ان انا اعمل له بريكنج، ان انا اوقفه. طبعا احنا شفنا من اسبوعين ثلاثة الكيرف بتاع السبيد تايم كاركترستكس، شفنا منه مثلا الشكل اللي هو الكلن ترابيزويدال، ازاي ان احنا في تايم بيبقى محتاج اعمل اكسلريشن، في تايم بيبقى في البروست بتاعتي ثابتة، تايم تاني بيبقى بيكون فيه ريترديشن او بحتاج ان انا اعمل فرمله او اوقف السيستم بتاعي. تمام، فده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيه، اللي هو الجزء الاخير، ان انا ازاي اعمل ريترديشن للسيستم او اعمل توقيف للسيستم بتاعي. حتى لو نفتكر برضو كنا بنتكلم ان احنا في عندك تو اكسلريشن او تو ريترديشنز عندي، اللي هي كنا سميناها البيتا سي والبيتا، تمام، اللي هي في مرحله الكاستنج وفي مرحلة الايه البريكنج. تمام، اوفرول لو احنا بنتكلم عموما عن البريكنج سيستم، نظام الفرملة، فالبريكنج سيستم معناه ان انا عايز اعمل ستوبينج للموتور بتاعي، فالطبيعي ان انا بعمل ديسكونكتنج للسبلاي، ان انا بفصل السبلاي عشان الموتور بتاعي يبدأ انه يقلل السرعة بتاعته نتيجة ان الاي ام اف بتاعته يكون اقل. لكن الكيس دي او الحاله دي، ان انا لو ما بعمل بريكنج للموتور على طريق فصل السبلاي، ده بيكلفني ان انا باخد تايم كبير جدا، لان بيبقى لسه في الانرشيا، العزم بتاع الدوران بتاعه العجلات هيفضل مستمر، فهاخد وقت كبير لو انا فصلت السبلاي لحد ما ايه ما الموتور بتاعي يبدا ان هو يعمل ستوبنج والتراكشن سيستم يبدا يقف. فبالتالي الحل ده مش هيسعفني في موضوع التايم، خصوصا لو انا بتكلم على سيستم محتاج يكون فيه سرعه كبيره جدا والديستانس ما بين الستوبنج بتكون قليله، فمحتاج ان هو ياكسلريت بسرعه وريتارديشن بسرعه جدا ويفرمل بسرعه. تمام، فمحتاج ان يكون في عندي شورت تايم للستوبنج بتاعتي، عشان كده لازم ابقى فاهم ايه هي الفيتشرز اللي انا محتاجها في البريكنج سيستم. يعني لما يكون اختار نظام بريكنج تراكشن لازم ابقى عارف هو انا محتاج ايه في التراكشن. واضح ان انا كده هبقى محتاج في التراكشن سيستم ان يكون فيري فاست، يكون سريع، يعني اول ما بضغط عليه يقف خلاص، يعني ما بياخدش وقت كبير، ويكون ريلايبل، يعني متاح او مستمر، انه لو انا بعد فتره محتاج ان انا امشي تاني وارجع اقف تاني وارجع امشي تاني وارجع اقف تاني، ما بيحتاجش فترة عشان يرجع لحالته الرئيسية. ان كمان البريكنج فورس بتاعتي تو بي كنترولد، ان انا اقدر اتحكم فيها، يعني محتاج ان انا افرمل بالراحة او افرمل بقوة، الاتنين يكون اكسسبل بالنسبة لي او اقدر ان انا اتحكم فيها. ان كمان الكاينيتيك انرجي اللي ما زالت ستورد جوه الروتيتنج بارت اللي احنا بنشوفها على هيئة الباك اي ام اف اللي في الارميتشر، محتاج ان انا اتخلص منها او اعمل لها ديسيبيشن بسهوله. هل هديسيبيت الانرجي ستور دي ازاي؟ وهو ده هيكون محور الكلام في نوع من انواع البريكنج اللي هو الالكتريكال بريكنج، ان انا ازاي ان انا اتخلص من كاينيتيك انرجي اللي كانت ستورد جوه الروتيتنج بارت بتاعتي على هيئه باك اي ام اف. تمام، يبقى انا دي كده الشروط الرئيسيه اللي انا محتاجها في اي بريكنج سيستم عشان اختار. طيب عموما بقى ايه انظمه البريكنج سيستم واللي انا هختار منها للتراكشن، وانسب حل من حلول البريكنج للتراكشن سيستم بتاعتي. بالنسبه للتراكشن سيستم بيستخدم نوعين من انواع البريكنج، مش نوع واحد بس، بيستخدم الالكتريكال بريكنج والميكانيكال بريكنج، الاثنين الكتريكالي وميكانيكالي بريكنج. طبعا ميكانيكال بريكنج هنحسها اكتر، هو مفروض الميكانيكال اللي هيعمل لي هولدنج للتورك، يعني ده اللي هيخلي العزم الدوران بتاعي اللي بيروتيت الشافت يقف، هو ده اسمه ميكانيكال. انا هجيب حاجه
تقفش زي ما بقول كده، تقفش على الشفط فيقف، فده اسمه ايه؟ اسمه هولدنج للتورك بتاعي. ده ميكانيكال. الكتريكالي اني بحاول ان يكون في سيستم، بدل ما يكون البريكنج كله ميكانيكالي، ببدأ ان انا احاول اقلل التحمل من الميكانيكال بريكنج. يعني الميكانيكال بريكنج بتاعي بدل ما اخلي التحميل عليها هي بس هي اللي تعمل التوقيف، لا انا هساعدها باستخدام الالكتريكال بريكنج. فعشان كده الالكتريكال بريكنج ما ينفعش استخدمه لوحده، لازم استخدم الكتريكالي مع ميكانيكال. ممكن استخدم ميكانيكال لوحده، ممكن، لكن هنا في التراكشن سيستمز بتاعتي استخدم الاثنين، الالكتريكالي وايه والميكانيكالي، عشان يبدا الالكتريكالي يديني بقى ايه ريتارديشن، هاير ريتارديشن، ان اقدر اوفر اكسلريشن عكسيه اللي احنا بنسميها الريتارديشن، ان في خلال سمول تايم اقلل السرعه بتاعتي بقيمه كبيره جدا. فده ان يقدر يعمل ايه، يقدر اوقف السيستم بتاعي. عشان كده لازم ان احنا نعرف ايه هي انواع الالكتريكال بريكنج وانواع الميكانيكال بريكنج. بالنسبه للالكتريكال بريكنج، الالكتريكال بريكنج فيه 3 انواع مشهورين جدا. النوع الاول اللي اسمه البلاجنج او الريفرس كارنت بريكنج، ده معناه ايه؟ معناه ان انا السبلاي بتاعي بدل ما هو مثلا كان البوستيف لفوق والنيجاتيف لتحت، هعكس اتجاه السبلاي، فهعكسه، يبقى انا هخلي النيجاتيف فوق والبوستيف تحت، يعني اكني همشي ريفرس كارنت. عشان كده اسمه ريفرس كارنت ايه، ريفرس كارنت بريكنج. تمام. وده بيتطلب مني ان هزود كاينتيك انرجي، او هاخد جزء من الباور بتاعتي كفقد فين، كفقد في السيستم. وده نوع من انواع غير محبذ او غير مفضل الاستخدام. في نوع تاني اللي هو الريوستاتيك بريكنج. الريوستاتيك بريكنج اني هتخلص من السبلاي خالص، هشيل السبلاي واحط مكانه ريزيستنس. الريزيستنس دي هي اللي تبدا يحصل فيها ديسيبيشن للكاينتيك انرجي اللي كانت ستورد جوه الروتيتنج بارتس. الحل الثالث ان انا هعمل ريجنريتيف بريكنج، ان ازاي ان هتخلص من السبلاي من غير ما اتخلص من السبلاي، ان هقدر افرغ الكاينتيك انرجي اللي كانت ستورد في الروتيتنج بارت جوه الفيلد وايندنج بتاعتي. وان شاء الله هندرس الطرق دي مع بعض تفصيليا وبالاشكال بتاعتها. كمان برضو الميكانيكال بريكنج هناخد برضو عنهم نبذه، زي الكومبريسد اير ان انا بضغط هواء، زي نظام الهيدروليك اللي هو هواء مع زيت، اللي هو مشهور جدا في العربيات، او في كمان ممكن استخدم بقى الماجنتيك تريك بريكر، ان اعمل توقيف عن طريق الايه الماجنتيك افكت او الالكترو ماجنتيك افكت. وبرضه هنشوف باختصارا كده كل نوع من الانواع دي بيتم ازاي. احنا الفكره كلها هنتعلم النهارده طرق البريكنج بتاعتي. طبعا احنا مش هن هن يعني هنتكلم عن البريكنج كايكويشنز. طبعا احنا انواع الالكتريكال بريكنج ده المفروض ان هو اتدرس تفصيليا في ماده الدي سي ماشينز في سنه تانية، فاحنا مش هنخوض في المعادلات اكتر ما احنا هنخوض في النظام، يعني ازاي ان انا هوظف النوع ده من البريكنج جوه التراكشن سيستم. ده الهدف، يعني ازاي ما يكون عندك فيه اكتر من موتور هيشتغلوا مع بعض، ازاي ان انا اعمل لهم توقيف بطرق اللي هي الالكتريكال بريكنج. طيب هنبدا بقى نتكلم على طرق الالكتريكال بريكنج. زي ما انا قلت لك من شويه ان البلاجنج او الريفرس كارنت بريكنج ده انا بعكس السبلاي، يعني زي ما احنا لو بصينا كده تحت على الرسومات بتاعتنا دي، ده السيبريت اكسايتد موتور، وده السيريز موتور اللي احنا بنشتغل بيه هنا فين، في التراكشن سيستم. الفكره كلها ان بعكس ايه، بعكس السبلاي. يعني احنا هنا في السيبريت اكسايتد بيكون مكان الريزيستنس دي في هنا سبلاي، فالسبلاي بيبقى الموجب فوق والسالب تحت. لو انا بقى عايز اعمل له ريفرس كارنت بريكنج، اعكس اخلي السالب فوق والموجب تحت، ونفس الكلام هنا فين، في السيريز موتور، اشيل الريزيستنس دي واحط مكانها سبلاي بس ايه، بس مقلوب. ده اللي هو النوع الاولاني. النوع الثاني اللي هو الريوستاتيك بريكنج، ده اللي هو باين بقى تحت في الشكل، ان انا اشيل السبلاي واحط مكانه مين، احط مكانه ريزيستنس اللي هي الار بي دي اللي هي البريكنج ريزيستنس. في السيبريت اكسايتد ايه اللي بعمله؟ بشيل السبلاي واحط ريزيستنس، فالكرنت يطلع هنا من الباك اي ام اف في الارميتشر وايننج بتاعتي، يرجع لمين؟ يرجع للريزيستنس. يبقى كده بيديسيبيت الكرنت بتاعي او الانرجي بتاعتي جوه مين؟ جوه الريزيستنس، فبتضيع على هيئه حراره. هنا بقى في السيريز موتور بنعمل بقى حاجه ثانيه، برضو بنشيل السبلاي بنحط ريزيستنس،
بس في نفس الوقت بنخلي الكرنت اللي داخل في الارميتشر از ذا سيم. يعني احنا لو كان هنا في الاصل الرسمه بتاعت السبلاي كان الموجب فوق والسالب تحت، فكان الكرنت طالع من هنا داخل على دايره الفيلد من هذا الاتجاه، فانا عايز احافظ ان اتجاه الفيلد ما يتغيرش. تمام؟ فايه اللي بعمله؟ ان بقوم جاي هنا قالب. يعني ايه؟ يعني انا في حاله البريكنج المفروض الكرنت طالع من الباك اي ام اف المفروض يدخل كده على الفيلد، لكن ده مش هيتم، انا هعكسه، انا هخليه يدخل بقى من الناحيه الثانيه بحيث ان دايما الفيلد بتاعي او الفاي ما يتغيرش الاتجاه بتاعها. تمام؟ ان لان احنا عارفين ان الاي ام اف الباك اي ام اف اللي هي الاي هي بروبورشنال للفاي في الاوميجا، فانا عايز الفاي ما يتغيرش اتجاهها خلاص، بحيث ان لما الاي تقل الاوميجا هي اللي مين؟ هي اللي تقل والفاي تفضل كونستنت. تمام؟ طيب ده كده اسمه ايه؟ اسمه ريستاتيك بريكنج ريجنريتيف بريكنج، ان دايما بحافظ على ان الفيدنج بتاع الكرنت بتاعي بتاع السبلاي ما يتغيرش. تمام؟ فده بيتطلب ان دايما لازم يكون الاي ام اف اكبر من السبلاي. تخيل ان انا عايز اخلي ده اكبر من اكبر من السبلاي. ده هنشوفه دلوقتي ايه؟ هنشوف كل نوع من الانواع دي مع بعض. طيب بالنسبه للريستاتيك بريكنج احنا لسه شارحينه من شويه، هو فكرته ان هشيل السبلاي واحط ريزيستنس. تمام؟ طيب الفكره في الريستاتيك بريكنج مع السيريز موتور او مع التراكشن سيستمز عموما اللي انا بستخدم فيها السيريز موتور، في عندك طريقتين عشان اقدر اعمل الريستاتيك بريكنج. الطريقه الاولى اسمها ايه؟ اسمها الايكولايزر كونكشن. الطريقه الثانيه اسمها الكروس كونكشن. ده الطريقه الاولى اللي هي الايكولايزر كونكشن. ايه اللي بعمله؟ مفروض مثلا ان انا في التراكشن سيستم انا بستخدم اكتر من موتور ان بارلل، خلاص يعني بيبقى في موتور وموتور وموتور رابع وثالث وخامس وهكذا. الفكره كلها ان بشيل السبلاي اللي عليهم هم كلهم متوصلين ان بارلل وبحط مقاومه، فيبدا الكرنت يطلع من الباك اي ام اف اللي عندي من الارميتشر وايننج يروح لمين؟ يروح للريزيستنس عشان يعمل لها يعمل ديسيبيشن للكاينتيك انرجي. الفكره كلها ان طالما هم متوصلين ان باراليل فانا عندي في احتمال غريب شويه. ايه الاحتمال؟ احنا عارفين ان الباك اي ام اف هي بتعتمد على حاجتين، بتعتمد على الفاي اللي هي في الفيلد وايننج، خلاص معلش احنا يعني هنعتبر بس دلوقتي ان الخط ده مش موجود، تمام؟ عشان برضو الناس ما تتلخبطش. ده الحل، ده الاجابه. احنا دلوقتي الفكره ان هما الاثنين دول متوصلين كده ان سيريز، ده دايره الارميتشر وده دايره الفيلد بتاع الموتور الاول، ده دايره الارميتشر، ده دايره الفيلد بتاع الايه؟ بتاع الموتور الثاني. فالفكره كلها ان الكرنت اللي طالع من الاولاني اللي هو الباك اي ام اف بتاعي، سوري الباك اي ام اف هتعتمد على الفلكس اللي خارج من دايره الفيلد وبيعتمد على السرعه بتاعه الموتور. تمام؟ فالفكره كلها ان ممكن يحصل ان ايكوال للفولتج بتاعي، ان هنا وهنا يحصل ان ايكواليتي، معنى ان التيار اللي يكون هنا غير التيار المسحوب من هنا. احنا الفكره كلها ان فرق الجهد ما بين النقطه دي والنقطه دي ماله؟ لازم يكون بيساوي فرق الجهد ما بين النقطه دي وبين النقطه دي. احنا دلوقتي احنا ده مش موجود معانا، تمام؟ هو نفس فرق الجهد عند النقطه دي والنقطه دي. طيب لو انا بقول ان الفرق الجهد مثلا يعني 100 فولت، فمتقسمين ده فرق الجهد 90 وده 10، يبقى كله كام؟ كله 100. هنا برضو ممكن اقول ان ده 80 وده كام؟ وده 20. تمام؟ طب ايه بقى الفكره؟ ما هو فرق الجهد ب 100 وهنا فرق الجهد ب 100، فما فيش اي حاجه في السيستم هتتغير. الفكره كلها ان الفولت لما هنا اختلف عن هنا، الباك اي ام اف هنا لما بقت مختلفه عن هنا، معناها ايه؟ معناها ان الاوميجا هنا بقت مختلفه عن الاوميجا هنا، وده ينفع؟ ما ينفعش. فده يعمل ايه؟ يعمل لي مشكله في السيستم. طيب يبقى انا لما هعمل ريستاتيك بريكنج بقى في عندي كونديشن، بقى في شرط. ايه الشرط بتاعك بقى؟ الشرط بتاعك ان لازم الباك اي ام اف في اي موتور من الموتورز المتوصله ان سيريز اثناء البريكنج لازم يكون از ذا سيم، ولازم يكون الفيلد فلكس في كل الموتورز از ذا سيم. عشان كده رحنا عملنا ايه؟ عملنا ما يسمى الايكوالايزر كونكشن، ان انا جبت كده حاجه هتربط النقطه دي بالنقطه دي عشان يبقى فرق الجهد ما بين هنا وهنا هو نفسه فرق الجهد ما بين هنا وهنا، فرق الجهد ما بين هنا وهنا لازم يكون فرق الجهد ما بين هنا وهنا. فده اسمه ايه؟
اسمه ايكولايزر كونكشنز عشان احافظ دايما ان في ايكواليتي في الباك اي ام اف، فيبقى في ايكواليتي في الكرنت اللي خارج من الاثنين، الاثنين بيشير نفس القيمه من الكرنت، وفي نفس الوقت بيبقى السرعه بتاعتي بتاعت كل موتور مالها زي بعضها، الاثنين بيعملوا بريكنج في نفس الوقت بنفس نفس الاسبيد. فدي طريقه عشان نعمل بيها الريستاتيك بريك. الطريقه الثانيه بقى اللي هي الكروس كونكشن. الكروس كونكشن بعمل بقى بطريقه مختلفه. احنا زي ما اتفقنا ان الفكره كلها ان الباك اي ام اف الاي هي بروبورشنال للفاي في الاوميجا في حاجتين. طيب الفكره كلها ان مش عايز ان زي ما قلت لك ان الباك اي ام اف بتاع الاول يكون مختلف عن الباك اي ام اف بتاع الثاني. طب لو حصل ان السرعه بدات تختلف، يعني الباك اي ام اف بدا يختلف، ده معناه ايه؟ ده معناه ان لازم احاول اظبط الباك اي ام اف مره ثانيه. اتفقنا الباك اي ام اف يعتمد على الفاي والاوميجا، الاوميجا اتغيرت فالاي ام اف اتغيرت، فلازم اغير مين بقى؟ الترم الثاني اللي هو الفاي. عشان كده احنا بقت العمليه مرتبطه ببعضها، ان في الكروس كونكشن رحت عملت ايه؟ رحت وصلت الباك اي ام اف او الارميتشر وايننج بتاعه الموتور الاولاني، وصلتها بالفيلد بتاع الموتور الثاني، ووصلت الباك اي ام اف بتاع الموتور الثاني بالفيلد بتاع الموتور الاولاني، بحيث ان لو التيار هنا نتيجه الباك اي ام اف قلت، لو التيار هنا مشي اكتر فالفلكس اللي هنا يزيد فيروح يزود مين؟ الاي ام اف، فيقوم باعت كارنت هنا وهكذا. فالعمليه بقت ايه؟ بقت قاعده بتيكوال بعضها، دايما لازم يكونوا ايه؟ يكونوا قد بعض. خلاص يبقى ات ذا سيم تايم ماشين 1 الاكسيتيشن بتاعها قل، الاي ام اف قل، خلاص نتيجه بقى ان في لور فولتج على الماشين الثاني، فالماشين الثاني يقوم عامل ايه؟ يبروديوس مور فولتج، خلاص عند والماشين الاولاني يعمل ايه؟ يريديوس الفولت. يبقى انا لو واحد فيهم مثلا 90 وده 80 يقوم عامل ايه بقى؟ هنا التيار يزيد وهنا سوري التيار هنا يزيد والتيار هنا يقل، يقوم عامل ايه؟ يقوم مقلل تاني، يقوم خلى ده بدل ما هو 90 يبقى 85، وبدل ما ده هو 80 يبقى 85، فيبقى الاثنين ايه؟ قد بعض. فالعمليه مالها؟ قاعده بتشيل من هنا تروح للتاني ومن هنا تروح للتاني، عشان يفضل دايما محافظ على ان الباك اي ام اف بتاعت الاثنين مالهم تكون قد بعض، فالموتورز بتاعتي يعمل لها ايه؟ يعمل لها بريكنج ات ذا سيم تايم من غير ما يبقى في عندي تشينج في الكرنت اللي رايح للريزيستنس ار اللي عندي، يبقى في عندي برضو ايكوال تشيرنج لمين؟ للتيار اللي ماشي في الاثنين. يبقى احنا كده عشان نعمل ريستاتيك بريكنج في عندي حلين، يا اما بالكروس كونكشن اللي قدامنا، يا اما بالايكوالايزر كونكشن، اني اوصل النقطتين بتوع الباك اي ام اف بتاع الموتور الاول والموتور الثاني مع بعض. تمام؟ ده لو انا بتكلم كده على مين؟ على الريستاتيك بريك. بالنسبه للريجنريتيف بريكنج للدي سي موتور برضه نفس الفكره، ان في التراكشن سيستم انا عندي اكتر من موتور شغالين ان بارل، كل واحد عباره عن دايره الارميتشر ودايره الفيلد متوصلين ان سيريز، لان انا بستخدم سيريز موتور. فالفكره عشان اقدر اطبق الريجنريتيف بريكنج لازم يبقى في عندي تو كونديشن. ايه التو كونديشنز بتوعي؟ الكونديشنز بتاعتي ان الفولت الجنريتد باي الماشين اللي هو الباك اي ام اف لازم يكون اكبر من السبلاي فولتج. ده الشرط الاولاني، ده شرط الريجنريتيف بريكنج، خلاص بالنسبه لايه؟ الدي سي موتور. تمام؟ تاني حاجه ان ازاي احافظ ان الفولتج بتاعي كيب at this value يفضل متحافظ على نفس القيمه بتاعته irrespective of machine speed، بغض النظر عن تغير الماشين سبيد. ايه ده؟ احنا لسه قايلين من شويه ان لو السرعه بتاعه الماشين قلت الباك اي ام اف هتقل، فازاي ان اخلي السبلاي فولتج ما يتغيرش، تمام، وفي نفس الوقت يكون الباك اي ام اف اكبر من السبلاي فولتج. ده شروط الريجنريتيف بريكنج. طب ازاي ان انا احققها في التراكشن سيستم؟ عشان احققها في التراكشن سيستم
انا هنشوف مع بعض ده يعني السلايد دي فيها الشرح بتاع الحاجات اللي موجوده في الايه في الجزئيه التانيه، فاحنا هقول انا الشرح مع الرسم عشان تبقى مفهومه اكتر. احنا هنا في الكيس بتاعتنا الراجل عمل ايه؟ الراجل جايب اربعه موتورز متوصلين ان بارل، ده الشكل بتاعه، ده في النورمال اوبريشن. ده انا كده بمشي الاربعه موتور دول متوصلين على نفس السبلاي، ادا السبلاي ادا البوستيف وده النيجاتيف، تمام؟ ومتوصل الاربعه موتور، الموتور عباره عن قلنا دايره الارميتشر ومعاها دايره ايه؟ ومعاها دايره الفيلد، دايره الارميتشر ودايره الفيلد وهكذا، تمام؟ انا خلاص قررت ان عايز احول الموتور ده اعمل له ريجنريتيف بريكنج. فالفكره في الريجنريتيف بريكنج ان انا هحوله من عمليه الموتورنج الى جنريتور، هيستخدم كجنريتور. يعني بدل ما التيار شايف كان جاي من السبلاي كده مثلا قيمته 4 اي، هيتقسم هنا اي هنا اي هنا اي هنا اي، يبقى اللي هيمشي هنا في الارميتشر هو كارنت اي. فجأة انا عايز بقى اخلي ده بدل ما هو موتور بياخد تيار اي، عايز اطلع منه الكارنت ده. فازاي بعمل ريجنريتيف بريكنج؟ في خطوات. اول حاجة انا هعمله او هخلي كل الفيلد بتوع التلاتة موتورز واحد اتنين تلاتة يبقوا ان سيريز مع ريزيستنس، ده برانش. وهخلي واحد بس، موتور واحد بس هو اللي الفيلد بتاعته في الطرف بتاعه، واوصل الاربعة ارميتشرز ببعض. يبقى ده الارميتشر الاول التاني التالت الرابع متوصلين ان سيريز مع فيلد كويل، وده الناحية التانية ريزيستنس والفيلد كويل بتاع ايه؟ بتوع التلاتة موتورز التانية. فايه اللي يحصل؟ انا محتاج احقق الشروط بتاع الريجنريتيف بريكنج، ان يكون هنا اكبر من هنا. طيب في الكيس اللي كانت هنا كان التيار اللي ماشي في البرانش الواحد كان اسمه ايه؟ كان اسمه اي، تمام؟ فكان الفيلد كارنت كان اي في الريزيستنس بتاعت الفيلد، تمام؟ هنا بقى ايه اللي حصل؟ ده انا هنا حطيت ده مع ده مع ده مع ده ان بارل، فيبقى الكارنت اللي هيمشي من هنا اي 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 اي، يجوا عند النود دي ويتجمعوا مع بعض، يبقى الكارنت اللي ماشي في الكويل بتاع الفيلد ده هو قد ايه؟ 4 اي. يعني اكني ضعفت الفيلد هنا، الفيلد فاليو كام ضعف؟ 4 اضعاف القيمه بتاعتي. فده هيبقى التوتال فولتج، فرق الجهد بين النقطه دي والنقطه دي، اكبر من السبلاي فولتج، تمام؟ يبقى انا كده حققت الشرط الاولاني ان الباك اي ام اف بتاعتي مالها بقت اكبر من السبلاي فولتج، تمام؟ جميل قوي. طيب انا بقى عايز بغض النظر عن تغير السبيد، عايز احافظ على ان الباك اي ام اف ده يفضل ثابت. احنا قايلين ان الباك اي ام اف بتاع الارميتشر هو بروبورشنال لمين؟ بروبورشنال للفاي والاوميجا. صحيح ان الاوميجا بتاعتي بتقل، بس عشان اخلي الاي كونستانت الفاي لازم تعمل ايه؟ تزيد. ايه ده؟ طب ما الفاي هتزيد. احنا التيار اللي ماشي هنا كام؟ 4 اي، كان في الاصل كام؟ اي. يعني انا زودت الفلكس بتاعي 4 اضعافه، تمام؟ بس هقلل السرعه لمالها؟ للربع. يعني لو كان ماشي على سرعه 1000 ار بي ام انا هخليها كام؟ 250 ار بي ام، تمام؟ والكرنت الاربعه اي ده هيطلع فين؟ يطلع هنا. طبعا ده الفرق الجهد هنا اكبر من السبلاي فولتج، فالكرنت بتاعي هيكمل فين؟ في البرانش الثاني هنا. عشان كده دايما ان الكرنت اللي ماشي في الاربعه موتورز هيبقى ماله 4 اي، هنا 4 اي، هنا 4 اي، هنا 4 اي، لحد ما الموتور بتاعي يوصل لسرعه اللي هي 250، يعني ربع السرعه اللي كان ماشي عليها. ساعتها يبقى انا استغليت ان انا عملت ريديوسنج للسبيد بتاعتي من القيمه الفول سبيد الى الربع سبيد، بدون ما اني استهلك الطاقه في الفاضي، خلاص؟ عشان كده بنقول ده ميزه الريجنريتيف بريكنج، ما استهلكتش حاجه من السبلاي، وفي نفس الوقت ايه؟ ما فصلتش السبلاي اللي موجود عندي طول ما انا شغال.
فطبعا الشكل اللي بقى قدامي ده بقى عباره عن كومباوند جنريتور. لو الناس تفتكر في الدي سي ماشين احنا كنا بنقول انواع الدي سي الدي سي ماشينز، في السيبريت اكسايتد، في الشنت ماشين، في السيريز ماشين، في الكومباوند ماشين اللي هو عباره عن دايره عباره عن جزء سيريز وجزء ايه وجزء بارلل. خلاص اهو اكن الدايره دي كده، ده السيريز وايننج ودول البارلل ايه البارلل وايننج، يعني اكن شغال الكومباوند جنريتور. تمام، يبقى ده كده الطريقه الثانيه للبريكنج اللي هي الريجنريتيف بريك. تمام، طيب اخر بقى حاجه في المحاضره بتاعتنا اللي هي الميكانيكال بريكنج، ازاي ان انا هوقف الموتور بتاعي ميكانيكالي. تمام، يبقى احنا كده خلصنا الجزء الالكتريكالي وهنبص على الجزء الميكانيكالي. طبعا الجزء الميكانيكالي يعني ممكن تكون لو حد اوير قوي بانظمه البريكنج في العربيات في القطارات هتلاقي موضوع الميكانيكال بريكنج سهل بالنسبه لي. احنا قسمناهم لثلاث انواع، لو الناس تفتكر في اول المحاضره كنا بنقول ان في كومبرس اير وفي الهيدروليك بريكس وفي الماجنتيك تريك. كل واحده عايزين نفهم بس بتتم العمليه ازاي، يعني مجرد بس ان احنا نفهم ازاي بعمل البريكنج ده. بالنسبه للكومبرسد اير ده شكل الميكانيزم بتاعي بتاع الكومبرسد اير. ايه اللي فيه؟ لو دي عجله بتاعتي اهي اللي بتدور دي، وده الاكس بتاعي ممتد لجوه كده، يعني المفروض في عجله هنا وفي عجله الناحيه الثانيه كده. بحط هنا ده البريك شوز بتاعي اللي هو مفروض طول ما الموتور شغال ومفيش بريكنج في مسافه هنا ما بين الويل وما بين البريك وما بين الفرامل بتاعتي. اول ما احتاج ان انا ادوس برجلي على الفرمله ايه اللي يحصل؟ ببدا يضغط هنا كومبريسد اير على البيستون ده، فيقوم عامل ايه بقى؟ فيقوم زاقي البيستون ده لجوه، فالبيستون ده ميكانيكالي يقوم عامل ايه؟ يخلي ده يتحرك كده، فاول ما يتحرك كده يلمس الجزء ده حديد وده حديد، الاثنين يلمسوا بعض. تمام؟ يبدا يطلع الشرار. لو الناس تفتكر القطارات زمان كانت لما يجي يوقف يقوم عامل شرار، الشرار ده نتيجه الاحتكاك اللي ما بيحصل ما بين البريك شو وما بين الويل وما بين العجل. تمام؟ فده يقوم موقف ايه؟ يقوم موقف القطر. ده اللي هو كان باستخدام الكومبرسد اير، وده كان زمان وسابقا. دلوقتي طبعا العمليه بقت احسن او افضل شويه باستخدام الهيدروليك بريكس زي ما هو باين تحت هنا في الرسم ده. الهيدروليك بريك، هيدروليك يعني هواء او زيت. الفكره كلها اني لما باجي اوقف القطر بتاعي مش بوقف بقى من الويل نفسه، بوقف من السايد بتوعي. يعني شايفين البريك بيسموه البريك ديسك، اسطوانه كده اللي هم حتى لو حد فيكم اوير بالعربيات يقول لك الفرامل وتيل الفرامل والحاجات دي كلها، دي كده المفروض ان هو بيبقى جزء حديد. تمام، المفروض ان هو بيعمل ايه؟ اول ما حضرتك بتضغط على البيستون، ده تمثيل الويل اهو، دي يعني العجله دي كده، ده الفرونت فيو، السايد فيو بتاعها ده العجله وده الاكسل بتاعي. تمام، انا هنا بحط اهو هنا بريك ديسك وهنا بريك ديسك. تمام، ايه اللي بيحصل؟ برضو نفس الفكره زي اللي فوق كده، طول ما العجله بتلف كده. تمام، دول بعيد عنها، اول ما هنا بضغط بقى زيت او هواء يقوم عامل ايه؟ يقوم زائق البيستنس شمال ويمين، يقوم دول يتحركوا هنا وهنا، يقوم مكلبش على مين؟ مكلبش على العجله، فيبدا يوقف الايه؟ يوقف العجله بتاعتي. اهو ده الشكل التفصيلي ليها. احط هنا ده هنا الديسك اهو بتاع البريك، وفي واحد الناحيه الثانيه زيه ودي العجله بتاعتي. بيقفش عليها منين؟ من الجنب. اللي كان فوق هنا الكومبرسد اير كان بيقفش عليها من هنا من الوش، لكن ده منين؟ من الجنبين. ده كده ايه؟ ده بالنسبه للكومبرسد اير والهيدروليك بريك. اخر بقى حاجه عندنا في المحاضره خالص اللي هو الماجنتيك ايه؟ الماجنتيك تريك بريك. الماجنتيك تريك هو قايم او فكرته قايمه على ازاي ان انا اعمل بريكنج باستخدام الكتروماجنتيك فورس. ان انا هوفر الكتروماجنتيك فورس تخلي الحديد ده ماله يلامس بعض، يعني هيلامسوا بعض مش بقى ببيستونز وهزق وميكانيكال فورس، لا هيبقى عن طريق استخدام الالكتروماجنتيك تريكس ده.
ايه اللي بيحصل عندي؟ ده التريك بتاعي اهو، شايفينه كده؟ ده صورته في الحقيقة بعمل كده. ده عبارة عن كويلز، ده من جوه بقى، ده من جوه كده عبارة عن كويلز، كويل ملفوف عليها ملف، الملف ده بمشي فيه تيار، التيار ده بيعمل فلكس، بيبدأ يكون فيه فلكس. لو الناس كده تفتكر في الالكترومغنيتكس كنا بنقول ان الفلكس، سوري، الفورس اف كانت بتساوي اي انتجريشن دي ال كروس البي، كان بيعتمد على ان لازم يكون في عندك ماجنتيك فلكس دينست بي ويكون في عندك كارنت اي، الاثنين بيربنديكولار على بعض فيعمل لك فورس. فايه اللي بيحصل؟ ان بيبدا يتكون عندك، انا الفورس بتاعتي هيكون لتحت، خلاص، ان القطر بتاعي هو ماشي كده اهو، ده اهو ده باين في الرسمه اهو، ده الدايركشن بتاع القطر، القطر ماشي كده تمام. الماجنتيك تريك بيبقى لفوق كده، اول ما عايز اعمل فرامل للقطر يقوم منزل التريك ده، عايز يبقى فيه فورس توقفه يقوم منزل ده لتحت، ينزل ده لتحت، خلاص، يبدا يعمل ايه؟ يبدا يوفر حاجتين، اولا ان يبدا يمشي ايدي كارنت، الايدي كارنت يبدا يخلي في فورس. يبقى انا اول حاجه نزلت ايه؟ نزلت ده كده، طالما ضغطت فرامل نزلته لايه؟ نزلته لتحت، نزلته لتحت هيبدا يعمل ايدي كارنت، ايدي كارنت عكس بهذا الاتجاه، خلاص. يبقى الفلكس بتاعي لما قطع الكوندكتورز اللي تحت ده اللي هو الحديد مشى جواه ايدي كارنت، فايدي كارنت كده وفلكس كده لجوه، تمام، الكترومغنيتيك فلكس، يقوم عامل لي فورس فين؟ فورس لتحت، فكأنك بتكلبش ايه؟ بتكلبش ده على السكه الحديد اللي ماشي فيه. فده طريقه ان انا عملت الكترومغنيتيك فورس عشان توقف ايه؟ توقف السيستم بتاعي. يبقى احنا كده اتكلمنا في المحاضره بتاعتنا عن جزء البريكنج الالكتريكال وجزء البريكنج الميكانيكال، ازاي ان انا اوقف السيستم بتاعي الكتريكالي او ميكانيكالي. وطبعا احنا بنتكلم في التراكشن سيستم بختار الحاجتين، ميكانيكالي والكتريكالي، تمام. دي كده اخر جزء عندنا في المنهج الخاص بالتراكشن سيستم. اتمنى يكون الموضوع باكمله، الموضوع التراكشن يكون سهل وبسيط، والمحاضره تكون مفهومه بالنسبه لكم. شكرا.